صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول لا بد من إعادة النظر في حكم تحريم الموسيقى؟ ما نغير أحكام الشريعة ولا نعيد فيها النظر. أحكام الشريعة ما نغيرها، الحلال والحرام ما نغير علشان أهواء الناس ورغبات الناس، لا يجوز. هذا شغل اليهود والنصارى، هم اللي يحرفون أحكام التوراة والإنجيل، يحرفونها علشان رغباتهم ورغبات الناس. أما المسلمون لا، ما يغيرون من أحكام الله شيئا، رضي الناس أو سخطوا، ما عليهم. نعم.